لنبعث رسائل كثيرة في هذه المناسبة. الرسالة الأولى هي أننا كصحفيين مغاربة وكناشرين مغاربة نرفض رفضا مطلقا أن يتم الحسم في الخلافات وفي التعددية بوسائل العنف مهما كانت هذه الوسائل. ومن يمارس هذه الآلية في تدبير الخلاف فإنه لا ينتمي للمجتمع البشري الحديث، هذا إنسان بائد، هذا إنسان ينتمي إلى مجتمع آخر غير المجتمع البشري. نحن كصحفيين مغاربة نؤمن بالتعددية ونؤمن بالخلاف، ولكن أيضا نؤمن بالطرق الحضارية لتدبير هذا الخلاف، ونؤمن بالآليات الديمقراطية والآليات الإعلامية والآليات السياسية لتدبير هذا الخلاف. ما حدث في باريس هو عنوان بارز من عناوين العجز الفكري لدى البعض، هو عنوان بارز من عناوين الإفلاس الفكري لدى البعض، هو عنوان بارز من عناوين الإحباط التي توجد فيه الآن في ورطة بعض الإيديولوجيات المتخلفة المتعفنة التي تحاول أن تجذب المجتمع الإنساني إلى الخلف. ونحن الصحفيون المغاربة نرفض هذه المحاولات، نرفض هذه الأساليب. نحن اليوم لا نتضامن مع الصحفي الفرنسي فقط، نحن نتضامن مع أدواتنا، لأننا نحن المستهدفون بهذه بمظاهر القمع وبمظاهر العنف وبمظاهر التصفية الجسدية التي يمارسها بعض العقول الصغيرة، بعض العقول السطحية، بعض العقول المتخلفة. نقف اليوم لنؤكد هذه الحقائق الثابتة، كلنا صحفيون فرنسيون في هذه اللحظة، كلنا الصحف الفرنسية التي استهدفت، وأملنا وطيد وقناعتنا أكيدة ألا تسعى بعض الجهات إلى توظيف ما حدث للإساءة للدين وللإساءة للمسلمين وللإساءة للجاليات العربية والإسلامية المتعددة والكثيرة والتي بنت فرنسا، أن يتم توظيف هذا الحادث المعزول المأساوي للإساءة للمسلمين وللعرب ولكل الأقليات ولكل الشعوب ولكل الديانات. هذا حادث لا مرجعية له في ديننا الحنيف، هذا حادث لا مرجعية له في قيمة البشرية التي ننتمي إليها. وها نحن اليوم نعلنها صراحة وبكل وضوح، نحن لا نتضامن مع الصحفي الفرنسيين في هذه المحنة، نحن نتضامن مع أدواتنا، لأننا مستهدفون، هم استهدفوا بالأمس ولكننا على يقين بأننا مستهدفون سواء في الغد أو بعد الغد. نحن اليوم نبعث هذه الرسائل وأملنا وطيد في أن الرأي العام الفرنسي يتفهم هذه الحقائق. هذه الوقفة رسالة تضامن قوية لزملائنا الذين تعرضوا مباشرة لهذا الهجوم الإرهابي. نحن نعيش يوميا اجتماعات هيئة التحرير ونعرف ما معنى أن يدخل عندنا أشخاص مسلحون بالكلاشينكوف إلى اجتماع هيئة التحرير ويصوبون أسلحتهم مباشرة على رؤوسنا ويفجرونها. نحن نعرف هذا لأننا نعيشه يوميا، فلذلك تجدنا إلى حدود اليوم مصدومين من هول ما جرى في قاعة تحرير شارلي إبدو. لم يتم استهداف جريدة أو خط تحريري معين أو رسم كاريكاتوري، ولكن تم استهداف نموذج مجتمعي، تم استهداف الحرية في حد ذاتها، وأسمى تعبير عنها هو حرية الصحافة. لأول مرة كانت تستهدف رموز الدولة، يستهدفون المناطق الاستراتيجية في بعض المواقع، اليوم استهدفوا جريدة، بمعنى أنهم وصلوا إلى خط آخر، خط خطير يحاولون فيه الحجر على حق الرأي العام في إعلام متعدد وحر ومستقل. فلذلك مع تنديدنا الشديد بما جرى وتضامننا مع الزملاء ومع الشعب الفرنسي كافة، فإن أحسن رد على هؤلاء هو أن نستمر في المزيد من الحرية وأن نتصدى لكل محاولات الاستفزازية وللمتطرفين من الجهات الأخرى الذين يلعبون اليوم أو سيحاولون اللعب بالنار. Et je suis désolé, mais contre Charlie, et je suis Charlie, et nous sommes Charlie, nous sommes tous Charlie.